أهلا بحضرتكم. آية بتسأل عن المتشاحنين وهي زعلانة مع أخوها الكبير اللي شديد قاسي، يعني ما بيسألش عليهم ولا على والدتها، وهي مقطعاه وبتقول جاني أذى منه شديد جدا. أولا التشاحن بمعنى التباغض، ولابد المؤمن أنه يتحلى بالتسامح والعفو، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ما ننويش القطيعة يا ست آية. كل اللي أنا عايزاه من حضرتك من وقت للتاني نلقي بتحية السلام عليه، هو هاجركم انتوا وصلوه، انتوا في بيت واحد عملتوا حاجة حلوة ابعتوا له، حتى لو وحش. أيوة حتى لو هو قاسي ومقاطعكم قاطع أمكم، يمكن ربنا يحنن قلبه ويتحرك ليكم، فيجي يشوف من فعل من أفعالك يفتح في قلبه معنى الود والصلة، وادعي له بالهداية. ادعي له وخلي والدته تدعي له بالهداية، اللي هو عامله واقع في كبائر متركبة في بعض. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يهديه ويصلح حاله، وإصلاح ذات البين ده شيء عظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق إليه جميعا.